الاوراد الياباني مصاص دماء يقتل في صمت لازق زي الاوراده تعبير مصري بيوصف الشخص المتطفل اللي فارض نفسه في حياه غيره وبيتدخل في اللي مالوش فيه ويسيب لك شويه عكننه وما يخرجش من حياتك الا بالدم لكن العلم بيقول كلام غير ده عن الاوراد بيصنف العلم الاوراد انه حشره بتنتمي لفصيله العناكب بتعيش في الاماكن الرطبه وبتتغذى وتتكاثر على البيئات شديده الحراره وبتتغذى على الدم مش قلت لك مش قلت لك مصاص دماء ولزقه وما يطلعش غير بالدم لكن ايه علاقه الأوراد بفيروس او وايه مدى خطوره الفيروس ده وازاي قدر الأوراد يقتل سيده يابانيه ويكون سبب في توقف عضله القلب في البدايه كده لازم تعرف ان فيروس او بيسبب تورم في الاطراف وارتفاع في درجه حراره الجسم مع صداع وصعوبه في التنفس وده اللي تعرضت ليه سيده يابانيه بعد ما اتصابت بلسعه من أوراده وفورا زارت السيده اللي عندها سبعين سنه واحده من العيادات الطبيه في المقاطعه عندها وكانت بتشتكي من حمى شديده والام في المفاصل اشتبه الاطباء باصابتها بالتهاب رئوي فتم وصف مضاد حيوي ليها لكن ساءت حالتها الصحيه وتم نقلها لمستشفى تسكوبا الطبي وهناك اكتشفوا وجود اراده في فخذها اليمين وبعد متابعتها تبين اصابه عضله قلبها بضعف شديد خلاها تتوفي بعدها بشهر وكل الأعراض اللي بتحصل دي متتابعة بعد تعرض الإنسان للدغة حشرة القراد اللي بتنقل الفيروس ده من الحيوان للإنسان، ولأن أركان الجريمة كاملة فالقراد من خلال تواجده في الأماكن العشبية بيقوم بلدغ الحيوانات وامتصاص دمهم زي الفامباير كده، وبيكون بعد كده حامل للعدوى، وفي لحظة وجود عنصر بشري في حيزه القريب بيلزق القراد فيه ويشرب من دمه زي ما بنقول بالمصري. وبكده بتتحول العدوى في سرعة البرق لجسم الإنسان وبتظهر عليه أعراض فيروس أوزيد خطورة الفيروس ده بتيجي من عدم وجود لقاح حتى الآن ممكن نعالج بيه المصاب بفيروس أوزيد الأمر اللي خلى المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان بيوجه نصايح وقائية للحماية من الفيروس عن طريق تغطية الجسم بالكامل في حالة التواجد في أماكن عشبية والأماكن اللي بتتكاثر فيها حشرة الأوراد وبتمارس جريمتها الكاملة لكن النصيحه السريعه والفعاله ليك لو تعرضت لدغه اوراد لا قدر الله يعني فالخطوه الاولى انك تستخدم الملقاط او القفازات البلاستيك ما تمسكش بايدك مباشره ولازم يتم ده ببطء شديد لان سرعه نزع الاوراد من على الجلد ممكن يسبب ترك بعض بقايا تحت الجلد واستخدم الكحول والمياه الدافيه لغسل مكان اللدغه اما الخطوه الثانيه هي استشاره طبيبك على الفور وتبقى الوقايه افضل علاج للانسان من لدغات الاوراد لكن ايه افضل علاج للانسان من زلات اللسان